اليوم راح نتكلم عن الجزء العاشر من الرد على أسئلة المتابعين حول الهجرة إلى أمريكا للممرضين. رانيا بتقول: أبو يوسف، نريد فرصة عمل للتمريض، أنا سورية. بكل بساطة تقدر تتواصل مع أي مكتب في الوطن العربي بطلع الناس على أمريكا، واتوقع انه اقرب شيء لك الاردن، فبتقدر تتواصل مع الواي فايندر او اي مكتب في الاردن بطلع الناس على امريكا، وهم بيقدروا يقولوا لك ايش الورق اللازم وشو قديش لازم تدفعي، ورتبوا لك كل الامور من الالف الى الياء. عبد الحميد صبري ابراهيم كاتب لي: تحيه من طالب تمريض، كل الشكر لك لمهره القناه. انس لسعود بقول لي: الجامعه الهاشميه قبل فتره اخذت اعتماد الاي سي اي ان للاعتماديه الامريكيه، هل ممكن تفيدني السنه الجاي بس اتخرج؟ هو قصده تفيدني بأمريكا يعني. باختصار، كل الدراسة والخبرة برا أمريكا أو قبل ما تيجي لأمريكا ما إلها أي وزن ولا بحسبه لك إياها، المهم شو بتعمل بعد ما تدخل أمريكا. فأنت كل المطلوب منك يكون معك بكالوريوس وتنجح بالمقابلة، لما تيجي لأمريكا خذ خبرة زي ما بدك، خذ دورات واعتمادية زي ما بدك. يوزر MC5EC8UG3K بقول: جهودكم مشكورة أخ أبو يوسف، ندعو جميع الزملاء للاشتراك بالقناة، كل الشكر لك ولكلامك الطيب. في زميل بقول: صراحة ليك الشكر إنك شغال ترد على التعليقات، جزيت خيرا وفقك الله في أمورك يا رب، احنا بالخدمة دائما وبالتوفيق لجميع الزملاء، شكرا للكلام الطيب. أنس السعود بقول: متابعك وأنا سنة رابعة لسه متخرجتش، وضحت لي الطريق من هسه، يجزاك الخير ربي. بالتوفيق أنس، رجاء اليوم ما تتخرج ابعث لي عشان افرح لك. معلش اسمحوا لي، السؤال هذا عن بريطانيا مش عن امريكا، بس سؤال جميل جدا. اسامه جلال بيسال: انجلترا افضل ام المانيا من حيث الراتب والمعيشه للاسره؟ انا عن نفسي بفضل بريطانيا لعده اسباب. اولا، المانيا لحد وقت قريب كانت الجنسيه بعد 8 سنوات، لكن بريطانيا بعد 6. سمعت انه المانيا صارت بعد 5 مش 8، لكن مش متأكد من المعلومة. رقم 2، ألمانيا حتى لو بدها تعطيك الجنسية شرط انك تتخلى عن جنسيتك الأصلية، بينما بريطانيا عادي تظلك أردني تأخذ جنسيتها، تظل سعودي وتأخذ جنسيتها، ما عندها مشكلة. رقم 3، ألمانيا ثاني بلد أوروبي من ناحية العنصرية بعد فرنسا، فأسوأ بلد أوروبي فرنسا ثم ألمانيا. لو قعدت هناك 1000 سنة واخذت جنسية وصرت رئيس الوزراء، راح يظلوا يقولوا لك مش عاجبك ارجع البلد اللي جيت منها، ولو كنت مسلم او بنت محجبة راح تشوف الويل، ولو تكلمت عن كل القضايا هاي اللي هم بناصروها راح يخربوا بيتك. بينما بريطانيا الوضع احسن بشوي. رقم 4، اللغة الالمانية اصعب من الانجليزية، هاي ما فيها نقاش. رقم 5، بريطانيا فيها سلم رواتب محدد، خصوصا مستشفيات الحكومة، وعارف قديش مرتبك وعلاواتك وزياداتك السنوية. بعض الممرضين أو يمكن نص الممرضين اللي بعرفهم طلعوا على ألمانيا انضحك عليهم، بتروح ممرض آي سي يو أو تشارج نيرس آي سي يو، بتروح رئيس قسم وخبرة 20 سنة، تكتشف إنهم ضاحكين عليك ومودينك على دار مسنين، راح تداوم أنت ودكتور لحالك على 40 مريض، وبدك تعمل كل إشي من هيلث إديوكيشن وسايكولوجيكال سبورت، وتعطي أدوية وتمسح لهم وتحممهم، 40 مريض عليك لحالك، وفي الاخير الراتب اقل من الراتب اللي كنت راح تاخذه لو رحت على بريطانيا او حتى لو رحت على السعوديه. هذا اللي خطر على بالي على السريع، لكن انا بنصح الجميع لو صح له الفرصتين روح على بريطانيا، بينما لو فيش قدامه غير المانيا مهما كان بتضل احسن من انه يضل في بلده. زيد علي بقول: شو الدرجات المطلوبه بكل امتحان من امتحانات اللغه؟ واسهل امتحان لانه الانجليزي مالتي مو كلش قوي، تكلفة كل واحد منهم والدرجة المطلوبة للامتحان الانكليكس. كل التحية لأهلنا في العراق، واضح من اللهجة. أنا عملت فيديو كامل اسمه ما هي امتحانات اللغة المعتمدة لأمريكا، مذكور فيه كل امتحان وقديش بكلف ومين بنقدمه وشو الدرجة المطلوبة وكل إشي، تقدر ترجع له. بالنسبة لامتحان الانكليكس، هو الامتحان عبارة عن 9 أو 10 أجزاء، لازم بكل جزء تجيب أكثر من النص، يعني راح يجيك في كل جزء مثلا 12 سؤال بدك تجيب 7 من 12 على الاقل في كل واحد. بما انه الانجليزي تبعك مش قوي، انا بنصحك تقدم امتحان البي تي اي لانه متوفر في كثير بلدان، لانه مش غالي جدا، لانه كل اللي قدموه وجربوا امتحانات ثانيه قالوا انه اسهل من غيره، ولانه العلامه المطلوبه منه اقل من العلامه المطلوبه في الباقي. الايلتس بقول لك بدنا علامه 6.5 من 9، البي تي اي بقول لك بدنا 55 من 90، يعني كانك بتقول 5.5 من 9،
فهو اسهل من ناحيه وطالبين علامه اقل من ناحيه. محسن ابراهيم زينه شباب السودان بقول لك الله يفتح عليك ويبارك لك من فوق 7 سماوات، كل الشكر كل التحيه لاهلنا في السودان. زميلي يسأل: أشكرك لمحتواك الجميل المفيد أستاذ أبو يوسف. سؤالي لو تكرمت، بالنسبة لامتحان اللغة، هل يحتاج أمتحن مرة ثانية إذا طالت فترة الانتظار في الريتروجريشن؟ 99.9%؟ تسعة طبعا ما يحتاج، لأنه شرحتها 100 مرة هاي النقطة، بس برجع بعيدها. امتحان اللغة تقريبا كلهم صالح لمدة سنتين. امتحان اللغة بتطلعه عشان يطلع لك شهادة الفيزا سكرين. الفيزا سكرين لازم تكون صدرت خلال سنتين من أدائك لامتحان اللغة، تمام؟ بعد الفيزا سكرين معك 5 سنوات، لازم تصير مقابلة السفارة خلال 5 سنوات من الفيزا سكرين. فقد ما تتأخر وقد ما يصير ريتروجريشن، شو بده يصير، سنة، سنتين، 3، المهم إنه ما تطلع برا ال5 سنوات تبع الفيزا سكرين، ما إلك دخل في امتحان اللغة. أنت عملت امتحان اللغة، ما دام طلعت الفيزا سكرين خلص بتصفر العداد، تحسب 5 سنوات جديدة هاي تستنى فيهم المقابلة. انت ما بهمك المدة بين امتحان اللغة والفيزا سكرين، انت بهمك المدة بين الفيزا سكرين والمقابلة. لو انا ممرض، لو سافرت واشتغلت تمريض منزلي كويس ليا ولا بهدلة وما سافرش؟ ما فيش تخصص بالتمريض في امريكا مش كويس، بس لازم تاخذ خبرة جوا امريكا سنة او سنتين بالاول، لانك بعد البكالوريوس وبعد ما تهاجر وبعد ما تاخذ سنه او سنتين تقدر تكمل ماستر وبصير راتبك اكثر. سؤال بيقول: كم المده اللي اخذها من اول ما ابدا البروسيس لحد ما اوصل امريكا، وهل تنصح اجي امريكا بعد التخرج على طول؟ المده اللي بتاخذها من اول البروسيس لاخرها بتختلف حسب كثير شغلات، حسب انت امريكي ولا لا، معك جنسيه ولا لا، معك اقامه ولا لا، درست جوا امريكا ولا برا امريكا، وانت مقيم في اي بلد، وانت اصلا من اي بلد. ما انت ممكن تكون اردني وطول حياتك في السعودية، تحصل. فاجمالا راح تحتاج 3 شهور تدرس على الامتحان، 3 شهور في الاسئلة المقترحة، خلينا نقول اقل شيء 2 شهرين وانت بتدرس لامتحان اللغة، بدك تستنى لك مثلا 6 أو 8 شهور يطلع لك الفيزا سكرين، وبعديها بتظل الفترة اللي ما بين فيزا سكرين وبين المقابلة هاي بتختلف حسب البلد. لو انت موجود في قطر راح تاخذ من 6 ل 8 شهور، لو انت في الكويت او البحرين راح تاخذ من 9 ل 10 شهور، لو انت في الامارات او السعوديه ممكن توصل سنه، لو في الاردن من سنه وشهرين لسنه ونص، لو انت في مصر يمكن تقعد سنتين، هاي الفتره لحالها بس. ويمكن يصير شيء اسمه ريتروجريشن، انا عملت عنه فيديو كامل، ارجع له بتفهم شو هو الريتروجريشن، ويمطوا القصه كمان سنه او سنتين غير كل الفترات اللي جبت لك سيرتها هاي. لكن انت اذا ناوي تهاجر ابدا بالبروسيس على السريع ولا تفكر بهاي القصص. انا بعد تجربتي في التقديم لامريكا فهمت شغله واحده، نصيحه لوجه الله للجميع: اوعى تفكر في خطوه رقم 2 قبل ما تخلص خطوه رقم 1. انا من يوم ما فتت على قصه الهجره وانا بفكر شو بدي اعمل في امتحان اللغه، مع العلم انه بلشت بالقصه ب 2018 ونجحت بامتحان اللغه 2022، فانا قعدت 4 سنين حامل الهم على شيء ما بستاهل. هل بتنصح اجي امريكا بعد التخرج على طول؟ اشي اكيد. السؤال الاهم، او بالاصح انت لازم تسأل شو بدك تقعد تسوي في بلدك. لو بدك تحكي عن الشغل، الشغل موجود في امريكا اكثر، فرص العمل عددها في امريكا اكثر، فرص للتطور والترقي في امريكا اكثر، احترام المدير لك في امريكا اكثر، الرواتب في امريكا اكثر، عدد التخصصات الموجودة في التمريض في امريكا اكثر، شو بدك تقعد تسوي في بلدك؟ بالعكس انا بشجعك، بما انه طالب او قربت تتخرج، قبل ما تتخرج بشهر او شهرين تجيب الكتاب وتبلش تدرس. اليوم اللي بتتخرج فيه تحكي مع بيرسون فيو، تحجز موعد امتحان الانكليكس. من وجهة نظرك امريكا ولا بريطانيا؟ من وجهة نظري امريكا. ولو قارنت امريكا باي بلد بالعالم انا بقول لك امريكا. ليش؟ اهم سبب في امريكا انه زيادة الخيارات. يعني امريكا مساحتها اكثر، عدد سكانها اكثر، حاجتها للتمريض اكثر، النقص بالموظفين اكثر، الرواتب اعلى من اي بلد بالعالم، الخيارات اكثر، المرونة اكثر، احترام الموظف اكثر، عدد التخصصات اللي ممكن تختار بينها اكثر. حتى من ناحية الجو في ولايات باردة، ولايات متوسطة، ولايات دافئة. فبريطانيا برد ما فيها حر وما فيها حتى جو معقول او محتمل.
احد الزملاء بيسال: الله يعطيك العافيه، هي الانكليكس لها صلاحيه زي امتحان الايلتس؟ يعني عادي اخذها واشتغل بعد كم من سنه؟ عادي ونص وخمسه. الانكليكس بتقدمه مره بالعمر، بعديها بعطوك رخصه مزاوله المهنه. الامتحان ما بتعيده، بس الرخصه هاي كل سنتين بدك تجددها. كيف بدك تجددها؟ تدفع فلوس يمكن 90 او 100 او 110 دولار، تختلف حسب من ولايه لولايه، وبحددوا لك عدد معين، 40 او 50 او 60 ساعه دورات بتاخذهم، وبتبعت لهم الشهادات والفلوس وبيبعتوا لك الرخصه. طبعا هاي الدورات مش بالصعوبه اللي انت متخيلها، راح يدلوك على 7 8 مواقع على الانترنت بتاخذ الدورات هاي اونلاين وبتبعت لهم الشهادات. عادي انا الانكليكس اخذته ل 2018، لحد الان لا سافرت ولا اشتغلت وراح يستنوني. انا لما جددت الرخصه اخر مره قالوا له خذ هذا الموقع وخذ منه 60 ساعة دورات. شو الدورات اللي عندهم؟ كل دورة عبارة عن تقرأ 3 صفحات وبتحل 5 أسئلة، لازم تجاوب منهم 4 صح. فالموضوع مش بالصعوبة اللي انت متخيلها. نيرس سعود: هل تفضل العمل كممرض أعزب في قطر أو أمريكا؟ كممرض أعزب طبعا أمريكا، وكممرض متجوز طبعا أمريكا، للاسباب اللي قلت لك اياها قبل شوي، انه العمل موجود، فرص العمل اكثر، الرواتب اعلى، و و و الى اخره. بقول لك امريكا تتفوق على جميع دول العالم ما عدا من ناحيه الرواتب. في بلد هالقد بين المانيا وفرنسا اسمها لوكسمبورغ، فيها الرواتب اعلى من امريكا يمكن ب 2%، لكن هاي البلد يعني سكانها 600 الف، فمش راح تلاقي فيها شغل. في النهايه كل الشكر كل الشكر كل الشكر للزملاء اللي ببعثوا لي الاسئله اول باول، وكل الشكر والاحترام للناس اللي باركوا لي بالقبول في السفارة، وإن شاء الله عقبال عند الجميع. وبرضه برجع بقول لك اللي عنده سؤال يسأل، وإن شاء الله كل فترة بنعمل فيديو الرد على أسئلة المتابعين. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.